أخبار اليوم. رئيس قسم الأدب الديني ومديرية الأوقاف نائبا عن السيد وكيل الوزارة ونخبة من أهل الخير وحضور كريم من حضراتكم من مكان آخر. هذا الحرص الشديد أن لا يمر وقت قصير إلا وتتسلم الغارمات صك فك الكرب. تحية لراعي هذه الفكرة يشعر بيمون الدنيا تحيط بهن. هن كانوا على شفا أن يفقدن الحرية نتيجة جبل الديون المتراكمة.